دي هنتكلم عن برنامج اسمه سيلفش نت. هو بينزل مش محتاج اي باتش او كراك، هو كامل اصلا. هننسخ الرابط ده، موجود في الديسكريبشن. هنستنى شوية. هندوس اسكيب اي دي. هنسيبنا من الصفحة اللي فتحت، احنا هنكمل هنا. دوس تاني. هتفتح لنا الصفحة دي، برضو هنفضل في نفس الصفحة. هنقفل الإعلانات. بعد كده هنفتح تحميل مجاني. بعد كده هننزل تحت، نستنى لحد ما ده يخلص ونعمل ده. هنعمل اللي مطلوب. بعد ما خلصناه والوقت خلص، هندوس هنا إنشاء رابط تحميل. بعد كده هننزل تحت، هندوس اضغط هنا للتحميل. اهو زي ما انتو شايفين انترنت داونلود مانجر، هو صغير جدا. نزل اهو، بس كده نزل. هنقفل ديت وديت. هو هينزل بالشكل ده. هنفك الضغط. سوري، هنفك الضغط من هنا. اكستراكت هير. وهنقفل دي خلاص. هيطلع لنا الفولدر ده سيلفش نت. هنفتح كده. فتح، مش هيرضى يشتغل. لو مرضاش يشتغل هندوس run as an exterminator. اهو فتح على طول. هندوس هنا عشان البحث. بعد كده لا اجهزة، ده بيبقى الراوتر وده الكمبيوتر اللي انت فاتح عليه. دلوقتي هو جايب كل واحد فاتح قد ايه. هتحدد السرعة من هنا، ممكن ندوس مثلا 10 او ممكن بلوك، بنشيله خالص من على الشبكة. ولو عايزين نعطل اللي احنا عملناه بندوس اكس. بعد كده بنقفل البرنامج كده، كل حاجة بترجع زي ما كانت. السلام عليكم.